أدى انتشار جائحة كوفيد-19 في المنطقة العربية إلى انخفاض عدد رحلات النقل الجوي للركاب بأكثر من النصف في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، ومن المتوقع أن تتراجع إيرادات قطاع النقل البري في المنطقة بنسبة 22% في عام 2020. هذا بعض ما ألقت عليه الضوء دراسة جديدة أصدرتها الإسكوا في 27 نوفمبر بالتعاون مع أنكتاد وبعنوان أثار جائحة كوفيد-19 على المنطقة العربية النقل. في 22 نوفمبر عقدت الإسكوا الاجتماع الافتراضي الثاني لفريق الخبراء المعني بإصلاح الحماية الاجتماعية، وعرضت الإسكوا أداة قيد التصميم تسهل احتساب النسب الوطنية للفقر المتعدد الأبعاد، هدفها دعم الدول الأعضاء في قياس الفقر وتطوير السياسات الاجتماعية القائمة على الأدلة لمكافحته. في 31 تشرين الأول أكتوبر شاركت الإسكوا في قمة مجموعة الفكر 20 التي عقدتها المملكة العربية السعودية افتراضياً على مدار يومين، وسلطت الإسكوا الضوء على الدعم الذي تقدمه إلى الدول الأعضاء في العمل المناخي، لا سيما من خلال المركز العربي لسياسة تغير المناخ.